السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي للصف الأول الثانوي. معاكم مس إسراء سامي محمد، معلم أول فلسفة ومنطق. بسم الله نبدأ حلقتنا النهاردة. هنتكلم عن موضوع جديد بعنوان خصائص ومهارات التفكير الفلسفي، وهو الموضوع الثالث من موضوعات مادة مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي. محتويات الموضوع عندنا فيها ايه؟ عايزين بس نشوف الخريطة بتاعتنا. انا عاملة خريطة ذهنية كده مصغرة. التفكير الفلسفي هنا مقسوم لجزئين. الجزء الاول بيكلمني عن الخصائص التفكير الفلسفي: الدهشة وإثارة التساؤل، الاستقلال، التأمل، الدقة المنطقية. والجزء الثاني بيتناول مهارات التفكير الفلسفي: الشك والنقد والحوار والتسامح الفكري، التحليل والتركيب والتجريد والتعميم. هنبتدي نشتغل على الجزء الأول من حلقتنا النهاردة اللي هي بعنوان خصائص التفكير الفلسفي. وظاهر قدامنا على الشاشة إن إحنا عندنا أربع خصائص للتفكير الفلسفي: الدهشة وإثارة التساؤل، والاستقلال، التأمل، والدقة المنطقية. قبل ما هدخل في تفاصيل الدرس بتاع حلقة النهاردة، هنسترجع بس جزء صغير أخذناه في الحلقة الأولى من مادة مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي، اللي هو الجزء الخاص بالأسلوب الفلسفي. نفتكر كده مع بعض ان احنا واحنا بندرس الاسلوب الفلسفي قلنا ان هو بيعتمد على التأمل العقلي، وبيهتم بدراسة الظواهر الكلية لانه بيبحث عن الاسباب البعيدة والغير مباشرة. احنا هنبتدي نتكلم او نتناول بقى بالتفصيل التفكير الفلسفي. فاول جزئية هنتناولها بعد العرض ده اللي هي خصائص التفكير الفلسفي، اول خاصية هنبتدي نتكلم عنها اللي هي الدهشة. ايه هي الدهشة؟ الدهشة انفعال عقلي وهزة وجدانية شديدة. الاتنين مع بعض، انفعال عقلي وهزة وجدانية شديدة. الإنسان بيلاقي نفسه واقف مذهول قدامه حاجة لا هي معتادة ولا هي مألوفة بالنسبة له، شيء خارق للعادة. الوقوف مذهول مش معناه إن العقل ده غايب أو العقل ده مشي، لا، هي الدهشة في الأول وفي الآخر مقام فعل عقل. في المقام الاول احنا بنسميها فعل ايه؟ عقل. عشان كده بنقول ان الدهشة عبارة عن انفعال عقل وهزة وجدانية شديدة. طب تعالى كده ناخد حاجة كده ومن وسط حياتنا. تخيل كده وانت ماشي في الشارع، بصيت لقيت تعبان واقف قدامك، مش بتتخض كده وبترجع لورا وبتقول ايه جه منين ده؟ يبقى الدهشة بيتبعها اثارة التساؤل. يبقى الانفعال العقلي والهزة الوجدانية الشديدة، الانسان بيقف قدامها مسؤول أمام حاجة غير مألوفة وغير معتادة بتقف قدامها. يعني تعالوا ناخد كده مثال بقى من المادة على الدهشة. عندنا مثال طاليس. طاليس ده من أشهر الفلاسفة في العصر اليوناني في عصور ما قبل الميلاد. طاليس اندهش أمام الظواهر الكونية وابتدى يطرح سؤال: ما هو أصل العالم؟ يعني ابتدى يسأل يا ترى أصل العالم ده جه منين؟ مندهش من التغيرات والظواهر اللي موجودة حواليه. في مثال تاني برضه من حياتنا احنا بقى، لما يجي يقول لك مثال من أو موقف حياتي من عندك أنت، بنتكلم هنا عن دهشة الطفل عند رؤيته لأحد الحيوانات لأول مرة. تخيل طفل صغير أول مرة يشوف كلب، فيقعد يصرخ كده وبيعمل صوت يقول لك إيه ده؟ إيه ده؟ يبقى كده أول خاصية عندنا من خصائص ومهارات التفكير الفلسفي هي الدهشة وإثارة التساؤل. هننتقل إلى خاصية أخرى من خصائص التفكير الفلسفي. خد بالك أنا بكلمك على التفكير الفلسفي وهقول لك ليه قبل ما نخلص الجزء ده على طول. أنا بأكد إن إحنا بنتناول دلوقتي خصائص التفكير الفلسفي. الخاصية رقم 2 اللي هي الاستقلال. يعني ايه استقلال؟ يعني ده شخص مستقل من الدرجة الأولى. يعني ايه شخص مستقل؟ يعني انت دلوقتي بتستخدم عقلك، بتتخذ قراراتك، انسان حر وفي نفس الوقت انسان مسؤول. التفكير الفلسفي ما هوش قائم على مبدأ التبعية. يعني ايه مبدأ التبعية؟
يعني مش انت اللي بتتخذ قراراتك، في حد تاني بياخد قرار وانت بتنفذ. لا احنا بنتكلم على تفكير فلسفي، يبقى انا بتكلم على استقلال من الدرجه الاولى، مفيش حد بيتحرك الا سلطان العقل والمنطق. تعالى بقى نتكلم بقى عن الفيلسوف. الفيلسوف لا يخضع في تفكيره لاجماع الناس، مش بيرجع لاراء الناس المجمعه او ارائهم السابقه، لازم يبدا بتفكيره باستخدام عقله وينتهي اليه. لان الفلسفه اساسا احنا اتفقنا ان الفلسفه قائمه على التامل العقلي، احنا لسه قايلين من شويه تامل عقلي، دهشه واثاره التساؤل، نقد. دايما الفيلسوف بيسعى للوصول الى حقائق الامور، واحنا اتفقنا اصلا حقائق الامور اللي بيدور عليها الفيلسوف يا ترى الاسباب البعيده ولا الاسباب القريبه. احنا متفقين ان الفيلسوف بيبحث عن كل ما هو بعيد، كل ما هو اصل للاشياء، كل ما هي اسباب بعيده وغير مباشره. يبقى الاستقلال كمان مره بنتكلم على التفكير الفلسفي ان هو مش قائم على مبدا التبعيه، احنا بنتكلم على تفكير مستقل، يعني معنى كده مش هيخضع غير لسلطان العقل والمنطق. لما بيجي الفيلسوف بيعرض لاراء او يتكلم عن موضوع مش بيرجع لاراء ناس سابقه، هو بيعتمد في تفكيره على العقل وبينتهي اليه. تمام. طب تعالى كده ناخد مثال نشوف الاستقلال ده عبارة عن إيه؟ لما بنتكلم على أمثلة على الاستقلال، الشخص اللي بيحب يستقل عن الأسرة بيرتب حياته الأول وينظمها ويشوف هيقدر ينجح ولا لأ، بيحط كل حاجة، بيعمل حساب كل حاجة قبل ما بيبتدي يستقل عن الأسرة. تعال شوف أنت بقى، أنت بقى نفسك، أنت دلوقتي في أولى ثانوي، بعد ما خلصت الإعدادية ودخلت أولى ثانوي، طلبوا منك إنك تختار اللغة التانية، اللغة التانية اللي هي الألماني والأسباني والإيطالي والفرنسي. طيب هو انت كده مش المفروض ان انت بتجمع بيانات الاول ومعلومات عن اللغه اللي انت حابب ان انت تدرسها؟ تمام. يبقى كده مجرد ان انت بنفسك اللي اخترت اللغه دي من حد ما يجبرك عليها، من غير ما حد يجبرك عليها، كده انت شخص مستقل. خلصت اولى ثانوي وخلاص داخل على المرحله الثانيه، المرحله الثانيه اللي هي الصف الثاني الثانوي. انت ناس بيقول انت دلوقتي قدامك اختيار ما بين القسمين العلمي والادبي. لو انت بتحب الفلسفه وبتحب علم النفس، بتحب التاريخ والجغرافيا، اوريدي هتروح تختار ايه؟ القسم الادبي. لو انت ليك ميول بقى مع الرياضيات او الكيمياء او الفيزياء، هتروح تختار القسم العلمي. يبقى انت كده شخص مستقل من الدرجه الاولى طالما عندك حريه الاختيار وبتكون انت مسؤول عن اختيارك ده. مفيش حد بيوجهك ولا يقول لك اعمل كذا او اعمل كذا. احنا كده خدنا لحد دلوقتي خصيتين من خصائص التفكير الفلسفي، أخذنا الدهشة وإثارة التساؤل، الخاصية الثانية اللي هي الاستقلال. تعالوا ننتقل إلى الخاصية رقم 3 وهي بعنوان التأمل. وإحنا اتفقنا من شوية إن الأسلوب الفلسفي أصلاً قائم على التأمل العقلي. الأسلوب الفلسفي قائم على التأمل العقلي. التفكير الفلسفي تفكير تأملي. يعني الفيلسوف لما بيجي يدرس أي موضوع أو يتأمل في دراسة أي موضوع بيكون مستغرقا في التفكير. يعني ايه مستغرقا في التفكير؟ يعني بيقعد يتامل الموضوع من كل جوانبه، ما ينفعش خالص انه يغفل اي جانب من الجوانب دي. يبقى اما بنيجي نتكلم عن التامل بنقول ان الفيلسوف بيتامل في موضوع وبياخد وقته، بيتانى ويدرس ويجمع معلومات ويحلل الظواهر، بيحاول يوصل لجذور المشكله، اصلها جت منين، عشان يقدر يتناول الموضوع من كل جوانبه. تمام. طيب هو الانسان الفيلسوف ده انسان زينا كده؟ يعني بياكل، يعني بيشرب، يعني بيتجوز، يعني بيعيش، بينزل يشتري طلباته من السوبر ماركت، ولا قاعد طول الوقت بيدرس فلسفه او بيتامل في الظواهر؟ ايوه انا سامع حد بيقول لي لا يا ميس ده زيه زينا بالظبط. يبقى معنى كده لما بنيجي نتكلم عن التفكير الفلسفي بقول عليه ان هو تفكير تاملي، لأن الفيلسوف عندما يتأمل الموضوع بيستغرق في دراسة الموضوع ده من كافة الجوانب، وفي نفس الوقت هو بيمارس حياته الطبيعية، حياته الاجتماعية زيه زي أي إنسان عادي عايش في المجتمع. تمام؟ طيب تعالى كده نشوف التأمل. التأمل بالنسبة للفيلسوف هو أصل الكون وأصل الطبيعة. طيب تعالوا نشوف بقى تأمل بالنسبة للمشكلات الحياتية اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. دلوقتي الفلاسفة اتجهوا للتغيرات المناخية لأن ده موضوع الساعة.
عفوا، ابتدوا يدوروا على تطورات فيروس كورونا. يعني ابتدى هنا الفيلسوف بيتأثر أو يؤثر بالمجتمع اللي هو عايش فيه. ليه؟ لأن احنا اتفقنا إن الفيلسوف بيمارس حياته الطبيعية وفي نفس الوقت بيدرس المجتمع اللي هو قائم فيه أو عايش فيه، لأن الفيلسوف مش عايش في برج عاجي أو في قصر، ده في قلب مجتمع. يبقى معنى كده أن الفيلسوف جزء لا يتجزأ من المجتمع، هو عضو مؤثر فيه ويتأثر فيه ويتأثر بيه، عضو مؤثر فيه ويتأثر بيه. يعني معنى كده أن الفيلسوف كمان بيتناول ظروف ومشكلات المجتمع بجانب حياته الطبيعية أو حياته الاجتماعية اللي هو بيعيش فيها. احنا كده تناولنا لحد دلوقتي كام خاصية كده، عشان انا بنسى بسرعة، انا بنسى بسرعة. حد كده يفكرني؟ ايوه انا سامع حد بيقول لي ان احنا اخدنا الدهشة وإثارة التساؤل، واحنا اتفقنا ده الدهشة دي فعل عقلي ولا مش عقلي، احنا اتفقنا انها انفعال عقلي وهزة وجدانية شديدة. رجعنا انتقلنا الى الخاصية رقم 2 اللي هي الاستقلال، واتفقنا ان الاستقلال قائم على اعمال العقل، وقلنا اعمال العقل ده اللي هو قايم على ايه، واتفقنا ان هو ان احنا بنبعد عن مبدا التبعيه، وان الانسان يكون شخص مستقل وعنده قدره على اتخاذ القرارات الخاصه به، وفي نفس الوقت بيكون عنده المسؤوليه الكامله نتيجه القرارات اللي هو اتخذها. انتقلنا للخاصيه رقم 3 اللي هي التامل. قلنا الفيلسوف بيتانى ويتامل في ظواهر الكون من حوله، وفي نفس الوقت بيمارس حياته الطبيعيه زيه زي أي إنسان عادي. تعالوا ننتقل إلى الخاصية الرابعة والأخيرة، وهي خاصية الدقة المنطقية. الدقة المنطقية الخاصية رقم 4 اللي بيكلمني عنها اللي هي الدقة المنطقية، بيقول لي أن التفكير الفلسفي يتسم بالدقة المنطقية، لأن الأفكار داخل حقل التفلسف عبارة عن تصورات واضحة متكاملة بنعبر عنها بمفاهيم مجردة بتنظمها نظريات ذات مقدمات تترتب عليها بالضرورة نتائج يقينية. كلام كتير قوي مش واخدين بالنا منه. طيب حقل تفلسف يعني فلسفة، تصورات واضحة ومتكاملة ومفاهيم. احنا اتفقنا اصلا من الاول ان الفلسفة قائمة على التأمل العقلي وتهتم بدراسة الظواهر والمفاهيم المجردة. طيب يا ميس لو سمحتي سهلي لي الدنيا شوية، عشان أنا مش فاهم يعني إيه مقدمات ويعني إيه يترتب عليها نتائج، أنا مش فاهم. واحدة واحدة كده، وتعالى نشوف الأمثلة دي ونرجع تاني للشريحة دي مرة تانية. طيب تعالى كده بص معايا، بص على مثال رقم 1 اللي هو ده، بيقول لي إيه؟ عند رؤية الدخان فإنك تستدل على وجود النار. فين المقدمة هنا اللي عندي؟ أولاً لما بقول لك كلمة مقدمة أنا بتكلم على جملة أو قضية، جملة خبرية، جملة خبرية اللي هي عندك في اللغة العربية اللي هي رؤية الدخان. رؤية الدخان ده دليل على إيه؟ استنتجت منها إيه؟ إن في نار. يبقى كده عندي مقدمة ترتب عليها نتيجة، مقدمة ترتب عليها إيه؟ نتيجة. فين المقدمة اللي عندي أو الجملة اللي عندي اللي هي دي؟ أهي رؤية الدخان مقدمة ترتب عليها وجود مين؟ النتيجة. طيب يا ميس هو ينفع تكون جملة تطلع لي جملة وفي كمان ممكن يكونوا مقدمتين يوصلوا للنتيجة؟ تعالى كده بص معايا على المثال الثاني ده اللي هي المعادن تتمدد بالحرارة، دي كده مقدمة رقم 1. الحديد معدن، دي كده مقدمة رقم 2. طيب لو كلمة معادن راحت مع كلمة معدن هينزل لي ايه؟ خد بالك كده احنا عملنا خط اهو، خط علشان ينزل لي النتيجة. اذا ايه؟ الحديد ماله بقى؟ يتمدد بالحرارة. كده انتقلنا اهو من مقدمات الى نتيجة، من مقدمات الى نتيجة. هي دي الدقة المنطقية، عبارة عن تصورات مقدمات بنبدأ بيها علشان نصل من خلالها الى نتيجة. هعيدها تاني الجزئية دي كمان مرة. أنا بقول لك دلوقتي إن إحنا عندنا حاجة اسمها الدقة المنطقية. نرجع تاني للشريحة اللي فوق أهي، بيقول لك التفكير الفلسفي قائم على الدقة المنطقية لأن إحنا عندنا مجموعة من الأفكار داخل حقل التفلسف بتاعنا، اللي هي عبارة عن إيه؟ تصورات واضحة ومتكاملة بنعبر عليها من خلال مفاهيم
بتنظمها نظريات ذات مقدمات بتترتب عليها بالضرورة ايه؟ نتائج. احنا كده عرفنا يا ولاد يعني ايه كلمة مقدمة ويعني ايه كلمة نتيجة. احنا بنقول المقدمة اللي هي الجملة اللي هي القضية، بيترتب عليها نتيجة برضو هي جملة، او بنسميها عندنا احنا بقى بلغة المنطق قضية. يبقى كده المثال الاول مقدمة واحدة وصلتني لنتيجة واحدة. المثال الثاني كلمني اهو على مقدمتين وتوصلنا من خلالها الى نتيجة. هرجع تاني للشريحة دي وهقول لك حاجة. بص كده على الصورة اللي عندي دي، ها هي عاملة زي مسائل حساب اهي، 3 زائد 2 بتساوي كام؟ 5. فين المقدمات بقى يا شاطر؟ فين المقدمة الأولى؟ المقدمة الأولى اللي هي مين؟ التلات، والتانية اللي هي الاتنين. 3 زائد 2 بتساوي كام؟ 5، اللي هي النتيجة. يبقى كده إيه، عرفنا يعني إيه مقدمات ويعني إيه نتيجة يا ولاد، عشان دي جديدة عليكم. المقدمة اللي هي الجملة الخبرية بستدل منها على جملة خبرية تانية اللي هي النتيجة، وممكن تكون مقدمة واحدة وتكون نتيجة، أو تكون مقدمتين وإيه؟ ونتيجة. طيب، إحنا كده تناولنا بالشرح والتحليل، يبقى عشان أنا نسيت، اتكلمنا عن خصائص التفكير الفلسفي. إيه هي خصائص التفكير الفلسفي بالنسبة لي؟ هم أربعة. أول واحدة الدهشة وإثارة التساؤل. رقم اتنين الاستقلال. رقم تلاتة التأمل. رقم أربعة الدقة المنطقية. طب يا ميس، حضرتك قلت لنا من شويه ان انت هتنبهينا لحاجه، عايزه انبهك لحاجه، ان انت خدت خصائص من نوع تاني في بدايه اول حلقه لينا اسمها خصائص التفكير الانساني. ايه هي خصائص التفكير الانساني؟ هنسترجع بس كده بسرعه، اللي هي رقم واحد التفكير نشاط عقلي انساني، ادراك القوانين العامه للموجودات، التفكير نعبر عنه بشكل لفظي ورمزي، التفكير نعبر عنه بشكل لفظي ورمزي، التفكير يرتبط ارتباط وثيق بالنشاط العملي للإنسان، والتفكير يدل على خصائص الشخصية الإنسانية. اللي أنا اتكلمت عنه ده من شوية اسمهم خصائص التفكير الإنساني. طب خصائص التفكير الفلسفي، يبقى في فرق، خد بالك لما يجي لك سؤال اقرأ السؤال كويس، لحسن يكون عايز خصائص التفكير الإنساني أو خصائص التفكير الفلسفي. لما بنتكلم على خصائص التفكير الفلسفي هنقول بس الأربع عناصر كده سريعا، أخذنا الدهشة وإثارة التساؤل، رقم اتنين الاستقلال، رقم تلاتة التأمل، رقم أربعة الدقة المنطقية. تعالوا ننتقل إلى جزئية أخرى موضوع حلقتنا النهاردة، وهي مهارات التفكير الفلسفي. مهارات التفكير الفلسفي، لو نبص تاني على عنوان الموضوع بتاعنا بيكلمنا عن خصائص ومهارات التفكير الايه؟ الفلسفي. احنا خلصنا خلاص خصائص التفكير الفلسفي الاربع، هننتقل دلوقتي الى مهارات التفكير الفلسفي. وزي ما واضح قدامك على الشاشه عندنا الشك، النقد، الحوار، التسامح الفكري، التحليل والتركيب، التعميم والتجريد. طيب دول ست مهارات، يا ترى الحلقة هتكفي الست مهارات؟ لا طبعا مش هنقدر نخلصهم النهاردة، فهنتناول النهاردة بس أولى مهارات التفكير الفلسفي وهي الشك، ثم مهارة النقد. تعال بص معايا على أول مهارة عندنا من مهارات التفكير الفلسفي وهي بعنوان الشك. إيه هو الشك؟ تردد، حيرة. الشك يعني إيه؟ تردد أو حيرة ما بين نقيضين، بين أمرين، مشكلتين، شغلتين، شقتين، رأيين، يبقى بنتكلم على حيرة ما بين حاجتين. يبقى الشك هو تردد بين نقيضين أو بين رأيين كلاهما له حجة. يعني إيه معاه حجة؟ يعني معاه دليل، يعني هو محتار يختار ده ولا ده علشان معاه دليل. والشك هنا بيتوقف عادة عن الحكم على حسب النقيض بقى، يعني هيبتدي يختار يا ده يا ده. طب معنى كده ان الشخص الشاك ده عنده جهل بالموضوع اطلاقا. الشخص الشاك ما هوش عنده جهل بالموضوع، والدليل على كده ان هو محتار ما بين الحاجتين. واحنا بنسمي الشك ده او بنعتبره بالنسبه لنا احنا موقف فلسفي عقلي، لان ده بيحتاج لفهم اعمق. الفلسفه بتدور دايما على الحقيقه العميقه الغير واضحه، الغير مباشره، الاسباب اللي احنا بنسميها اصل الاشياء. يبقى معنى كده ان الشك هو تردد بين نقيضين
او ما بين رايين كلاهما حجه، والشخص الشاك باعتباره اتخذ موقف فلسفي عقلي يبقى معنى كده ان هو ما عندوش جهل بالموضوع، لا هو كده بيتخذ الموقف السليم لانه هيبتدي يرجح اخر احد الدليل احد الرايين اللي عنده وهيدعمه كمان بالدليل والبرهان. يبقى الشك ليس جهلا، الشك ليس جهلا، هو مجرد حيرة أو تردد ما بين حاجتين. تمام كده؟ كمان مرة بقى، الشك هو تردد ما بين نقيضين أو بين رأيين كلاهما له حجة. يبقى كلمة حجة دي معناها إيه؟ إن هو محتاج دليل أو برهان. زي أمثلة على الشك من واقع حياتنا، عندنا تردد بين وظيفتين مرموقتين، ها هتنتهي بايه؟ ان طبعا الشخص ده هيبتدي يختار ما بين الحاجتين. طيب عندي كمان تاني حيره او تردد ما بين السفر للخارج، عايزه اسافر بره وفي نفس الوقت بحب اسرتي، عايزه قاعده معاهم، اكون قاعده معاهم. يبقى التردد او حيره بين السفر او ما بين الوظائف ما بين حاجتين، وكلاهما معاه ايه؟ دليل ومعاه ايه؟ برهان. تمام كده احنا تناولنا تعريف الشك. طيب تعالى كده بص معايا على انواع الشك. احنا بنتكلم على المهاره الاولى من مهارات التفكير الفلسفي. اول نوع عندنا من انواع الشك، الشك الاعتيادي. رقم 2 الشك الفلسفي. وناخد بالنا كده ان الشك الفلسفي منقسم لحاجتين، مذهبي ومنهجي. انواع الشك عندي حاجتين، الشك الاعتيادي والشك الفلسفي. تعالى كده ننتقل الى تعريف الشك الاعتيادي. الشك الاعتيادي اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو مش فلسفي، مش فلسفي لانه بيتبادر الى الذهن او بيظهر نتيجه الجهل بالموضوع، يعني انا مش ملمه بجوانب الموضوع بتاعتي، عجز عن التحليل، يعني مش عارفه اوله ايه واخره ايه. يبقى الشك الاعتيادي هو الذي يتبادر الى الذهن نتيجه الجهل بالموضوع، واتفقنا ان الشك الاعتيادي ما هوش شك فلسفي لان انا مش ملمه بجوانب الموضوع. زي ايه؟ سوء الفهم او سوء الظن. سوء الظن دايما يولد الشك، او سوء الفهم يولد الشك. واحد سرق تليفونك فبقيت محتار، يا ترى اتاخد مني في المدرسه، يا ترى وقع مني في الشارع، مش عارفه الموضوع، مش ملمه بيه. يبقى الشك الاعتيادي هو الذي يتبادر الى الذهن نتيجه الجهل بالموضوع لاني مش ملمه بعناصر الموضوع كامله. طيب تعالى ننتقل الى النوع الثاني، الشك الفلسفي. اصلنا احنا بنتكلم على مهارات التفكير الفلسفي. لما بتكلم على شك فلسفي يبقى الانسان بيمارسه عامدا متعمدا حينما يفكر في موضوع بهدف استبعاد اي اراء او اي افكار نقص حول الموضوع اللي بيفكر فيه. يبقى هو الذي يمارسه الانسان عامدا متعمدا حينما يفكر في موضوع ما، لان احنا بنقول الشك اساس الحكمه، الشك اساس الفلسفه، الشك اللي بيخلينا بيطرح تساؤل عشان نوصل لأصل الحقائق البعيدة والغير مباشرة. يبقى لما بنيجي نتكلم على شك فلسفي يبقى يمارسه الشخص عامدا ايه؟ متعمدا. طيب يا ترى عندنا بقى ايه انواع الشك الفلسفي؟ الشك الفلسفي عندنا من شوية احنا قلناهم نوعين، عندي شك منهجي وعندي شك مذهبي. ناخد بالنا الشك المنهجي جاي من اسمه، الفيلسوف بيمارس منهج متعمدا، بيتخذ منهجا متعمدا عشان يوصل للحقيقة. يبقى الشك المنهجي الفيلسوف واخده منهج عشان يوصل للحقائق بنفسه، عشان يقدر يوصل للرأي الأصوب، الوسيلة اللي هيستخدمها عشان يوصل لليقين. وبالتالي الشك المنهجي ده مش هيفضل مستمر على طول لأن احنا اتفقنا انه بياخده ايه؟ واخده منهج. طالما منهج هيبقى مؤقت، هيستخدمه وسيلة علشان يوصل للحقائق، هدفه دايما البناء، عشان كده بنقول عليه بناء. يبقى كده انا جمعت لك اهو خصائص الشك المنهجي اللي الفيلسوف بيتخذ منه ايه؟ منهجا متعمدا للوصول الى الحقائق، ان هو مؤقت وبناء وبيتخذه كوسيله من اجل الوصول الى الحقيقه او الى الراي الصواب. عايز مثال؟ الامثله اللي عندنا على الشك المنهجي سقراط. طبعا الفيلسوف سقراط الذي تصدى لجماعه اسمهم جماعه السوفسطائيين اللي كانوا منتشرين في بلاد اليونان وقتها، استخدم الشك المنهجي عشان يدافع عن الحقيقه وعشان يحمي المجتمع اليوناني، عشان احنا اتفقنا ان الشك المنهجي ده شك ايه؟ بناء،
عندنا الامام الغزالي اللي شايف ان الشك ده هو اولى مراتب الوصول الى الحقيقه او اليقين. يبقى كده خدنا نموذجين اهو او مثالين على الشك المنهجي اللي هو سقراط ومين؟ والغزالي. تعالوا ننتقل الى النوع الاخر من انواع الشك الفلسفي. خد بالك انا بتكلم على الشك الفلسفي. الشك الفلسفي مقسوم لجزئين، المنهجي والمذهبي. تعال بقى بص معايا على الشك المذهبي. شك لمجرد الشك، الفيلسوف واخده مذهب بيؤمن به، مفيهوش اي حاجه، بيبدا بالشك وينتهي في الشك. اذا هو غايه، ايه غايته؟ قال لك غايته في ذاته. يعني ايه غايته في ذاته؟ قال لك اصل هدفه شك وشك. طيب يا ترى الشك المذهبي ده هينتهي ولا هيفضل قائم؟ هيفضل قائم، يبقى دائم. طيب الشك المذهبي ده طالما دائم يبقى مطلق، لانه هدفه ايه؟ الشك، بيبدا بالشك وينتهي بالشك. طب تفتكر الشك المتواصل ده كده باستمرار بدون من غير ما نوصل للحقائق هيؤدي الى البناء ولا الى الهدم او هدم المجتمع؟ طبعا بيسعى الى الهدم دون الايه؟ دون البناء. يبقى كده تناولنا انواع الشك، وقلنا الشك مقسوم لجزئين، اعتيادي اللي هو مش فلسفي، والشك الفلسفي مذهبي ومنهجي. تعالى كده ناخد أمثلة بقى على الشك المذهبي. احنا كنا من شوية بنقول على سقراط الذي تصدى لجماعة السوفسطائيين، واتفقنا ان سقراط شك نوعه ايه؟ شك منهجي. طيب السوفسطائيين نوع الشك عندهم ايه؟ اللي هو الشك المذهبي. الشك المذهبي عند السوفسطائيين دول، احنا اتفقنا جماعة السوفسطائيين دول عملوا ايه؟ نشروا الفساد في المجتمع اليوناني، لان هم هدفهم شك ومش بيوصل غير للشك، وبالتالي كان يؤدي الى هدم المجتمع اليوناني لان هم ما بيوصلوش ليقين. مين اللي تصدى لهم بقى؟ اللي هو استخدم الشك المنهجي اللي هو الفيلسوف سقراط. سهلة كده يا ولاد؟ كده تناولنا اول مهارة عندنا من مهارات التفكير الفلسفي وهي بعنوان الشك. المهارة الثانية من مهارات التفكير الفلسفي النقد. يعني ايه نقد؟ وخد بالك النقد بالدال مش بالضاد، عشان في ولاد بيكتبوها بالضاد، لا النقد عندي بالدال. يعني ايه نقد؟ يعني انت بتقبل او بترفض اي فكرة، مش هتقبلها ولا ترفضها الا لما تتأكد منها الاول. يبقى اذا عادة ما يكون النقد تاليا للشك في كل ما يلقى علينا من افكار او من امور، تمام؟ يبقى هنا لما بتكلم عن النقد بتكلم على قبول او رفض فكره. امتى؟ لما اتاكد منها. والله اتاكدت منها وطلعت تمام يبقى هقبلها، طلعت مش تمام يبقى هرفضها، تمام؟ عشان كده بنقول ان النقد بيعتبر تاليا لايه؟ للشك. فاذا ما تشكك المرء في صحه فكره قام على الفور بنقدها. يعني ايه نقدها؟ يجيب ادله بقى، ادله على الرفض او ادله على القبول، لان النقد بيستخدم ان احنا نبين بيه اوجه الصواب واوجه الخطا، لان هو قيمه في الراي اصلا. لما بنيجي نعبر عن راينا بنكون عندنا حريه في التعبير عن الراي، بنستخدم الايه؟ ان احنا نطلع العيوب والمميزات، الايجابيات والسلبيات، وبناء عليها اما بنقبل يا اما ايه؟ بنرفض. طيب تعالى كده بص معايا على انواع النقد. انواع النقد عندي نوعين، في حاجه اسمها النقد المحكم والنقد الضعيف. النقد المحكم والنقد الضعيف. تعال بص معايا على أول نوع عندنا من أنواع النقد، وهو النقد الضعيف. إيه هو النقد الضعيف؟ هو استخدام النقد للدفاع عن معتقدات راهنة، يعني معتقدات قائمة فعلا إحنا مؤمنين بيها، ونبتدي ندي تبريرات ونبتدي ندي أسباب، يعني إحنا شايفين إن إحنا مقتنعين بيها، بس ده مش صح. ليه؟ لأن إحنا هنا بنبتدي نختار ما بين البدائل المتاحة قدامنا. يعني أنا دلوقتي أحمد مثلاً رفض إنه يشتغل في إحدى المؤسسات، طب ليه يا ابني؟ مش عايز تشتغل فيها ليه؟ هو كده وخلاص، ما قدمش مبرر مقنع لرفضه، هو ده النقد الضعيف. يبقى استخدام النقد إن هو بيدافع عن معتقد راهن إحنا مؤمنين بيه بغرض التبرير بس، مش بغرض إن إحنا نختار ما بين البدائل المتاحة وكمان بندي أدلة وبراهين على ده، لا. يبقى هنا النقد الضعيف هو استخدام النقد للدفاع عن معتقدات راهنة وقائمة بالفعل. طيب تعالى كده ننتقل إلى النقد المحكم. النقد المحكم
هو الذي يطبق بقى الاسئله النقديه، لان احنا اتفقنا من شويه ان هو بيقبل او يرفض. طب هيقبل ويرفض بناء على ايه؟ بناء على الادله اللي موجوده قدام، ان هو يتاكد من الموضوع الاول. يبقى هو الذي يطبق الاسئله النقديه على كل الافكار والمعتقدات اللي عنده. زي مثلا عندي طالب اسمه عبد الله اشترك باحد مسابقات القصه القصيره في المدرسه، وجيب معلم اللغه العربيه قال له لو سمحت يا عبد الله عدل بعض الحاجات الصغيره دي علشان القصه بتاعتك تبقى مظبوطه. طيب عبد الله بقى لو تمام هيعمل ايه؟ هيتقبل الراي ده وهيقوم بالتعديل المطلوب قبل ما هيسلم القصه. يبقى كده ده بسميه نقد ايه؟ محكم. يبقى النقد المحكم ان احنا بنطبق اسئله نقديه على كل افكارنا ومعتقداتنا وبندعمها بالدليل والبرهان، وبنيجي في الاخر يا اما بنقبل يا اما ايه؟ بنرفض. طيب ملخص حلقه النهارده ان اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن خصائص ومهارات التفكير الفلسفي. خصائص ومهارات التفكير الفلسفي. كانت اول خاصيه عندنا اتكلمنا عن الدهشه، واتكلمنا عن التامل، واتكلمنا عن الاستقلال، واتكلمنا عن الدقه المنطقيه. وتناولنا بالشرح والتحليل اثنين من مهارات التفكير الفلسفي اللي هي الشك بانواعه. اتفقنا ان احنا عندنا نوعين من الشك، شك اعتيادي وشك فلسفي، والشك الفلسفي بينقسم الى مذهبي ومنهجي. والنقد المهارة الثانية مهارة النقد، والتفكير صحة الأمر والأدلة والبراهين اللي احنا جمعناها. قلنا عندنا نوعين من النقد، في نقد ضعيف اللي هو بيدي تبرير وخلاص أو بيدي تبرير مش مقنع، والنقد المحكم اللي بيدعم وجهات نظر دايما بالأدلة والبراهين الصحيحة اللي بناء عليها بيتم القبول الرفض. تعالوا نتناول هنا مجموعة من الجزئيات على الأسئلة أو مجموعة أسئلة متنوعة. هنا عندنا اختر من متعدد، بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي، والله يخليك شوف المطلوب من السؤال إيه. الجزء الأولاني وإحنا قلنا بيجيب الموقف أو المثير أو المشكلة أو الحاجة اللي هو عايزها، وبعد كده بيليه السؤال، وبعد كده بيليه الاختيارات. تعالى كده نقرأ وبالراحة وعلى مهلنا. الدنيا مفيش حد بيجري وراك يا ابني. ها، أشار أحمد إسماعيل إن التخلص من أي تبعية أو مؤثرات خارجية مع اتخاذ قرارات أو القيام بأعمال نابعة من قناعاتك الداخلية ومبادئك محققا طموحاتك وأهدافك. طيب ده كده المقولة أو المثير بتاعي أو الموقف. عايزين نشوف بقى طالب مني إيه. بيقولك إيه؟ يشير القول السابق إلى أحد خصائص التفكير الفلسفي. يشير القول السابق بيقولك هو خصائص تفكير فلسفي. ركز، ها، يا ترى تأمل ولا دقة ولا دهشة ولا استقلال؟ ها، مستنية إجاباتكم، مستنية إجاباتكم. ها، أنا سامع، برافو عليك. بتقول التخلص من أي تبعية، تمام، يعني مش هبقى تابع، هبقى شخص مستقل. يبقى الإجابة عندي هتبقى إيه؟ برافو عليك، هتبقى الاستقلال، هتبقى الاستقلال. طيب تعالوا ننتقل إلى سؤال آخر. يقول عبد السلام إبراهيم: من يصل إلى اليقين من تعظمت لديه الشكوك. يدل القول السابق على الشك، بيقول لك وصل لليقين، وصل. طيب بيدل على أنهي نوع من أنواع الشك اللي مكتوبة قدامي؟ يا ترى الاعتيادي ولا الدائم ولا المنهجي ولا المذهبي؟ ها، أيوه، برافو برافو، أنا سامع سامعاك بتقول لي الشك المنهجي. برافو عليك، برافو. طيب تعالوا ننتقل إلى سؤال آخر. اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي: الشك دائما مخيف، يدمر النخوة في النفوس، يقتل المحبة في القلوب، يطفق بريق الإيمان في العينين. ده مخيف وبيدمر وبيقتل. طيب أشوف السؤال عايز مني إيه بقى. يشير القول السابق إلى الشك، إيه بقى؟ يا ترى البناء ولا المؤقت ولا المنهجي ولا الهدام؟ يا نهار أبيض، مخيف وبيدمر النخوة في النفوس وبيقتل المحبة في القلوب. طيب تفتكر ده شك إيه ده؟ أيوة أنا سامع. طيب الشك الهدام، طب معلش هو الاسم التاني بقى بتاع الشك الهدام إيه؟ الشك المذهبي. برافو عليك،
برافو عليك. يبقى كده احنا بننتقل، انتقلنا كده او خدنا سؤال، سؤال على الشك المنهجي وسؤال على الشك الهدام اللي هو الشك المذهبي. تعالي ننتقل الى سؤال اخر، برضو اختر الاجابة الصحيحة. يدعو دكتور هارون يحيى الى التفكير كما ينبغي حتى يتوصل الى مراد الله من خلق الكون ويدرك سبب وجوده على الارض، يدعو القول السابق الى ضرورة ممارسة احد خصائص التفكير الفلسفي. طيب تفكير ومراد الله من خلق الكون، يا نهار ابيض، يبقى كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا تأمل. يبقى إذا دعوة الدكتور هارون عايزة إيه؟ لازم نمارس الإيه؟ التأمل. التأمل زي سيدنا إبراهيم عليه السلام لما توصل إلى عبادة الرحمن الرحيم عن طريق التأمل في الكون. سهلة كده يا أولاد؟ سهلة؟ طيب تعالوا ننتقل إلى سؤال آخر. الحديد يتمدد بالحرارة، النحاس يتمدد بالحرارة، الفضة تتمدد بالحرارة، نستنتج من ذلك أن كل المعادن تتمدد بالحرارة. ده كده الموقف. طب عايز مني إيه بقى؟ قال لك يشير المثال السابق إلى أحد خصائص الموقف الفلسفي. طيب أيوة أنا سامعاك بتقول لي مقدمة واحد ومقدمة اتنين مقدمة تلاتة، ايه ده؟ ونستنتج تبقى نتيجة. طب مقدمات ونتيجة تبقى الإجابة عندي ايه؟ دهشة؟ لا طبعا ما تنفعش، ده الدهشة انفعال عقلي. ايوه انا سامعاك بتقول لي اهو الدقة المنطقية. برافو عليك، برافو عليك. تعالوا ننتقل الى كمان سؤال اخر من اختر. يقول افلاطون هي سمة من سمات الفيلسوف يتم اخراجها بشكل لا ارادي، ويؤكد على انها اساس البحث والخطوات الاولى لاظهار التفسيرات الحقيقيه للامور. ايوه يوضح ايه بقى؟ عايزين نشوف السؤال بتاعنا. سمه وبيتم اخراجها بشكل غير ارادي وقول واحنا بنسميها احد خطوات البحث. طيب يوضح القول السابق، بيسالك اهو عن خصائص التفكير الفلسفي اللي هي ايه بقى؟ يا ترى دهشه ولا تامل ولا استقلال ولا تبعيه؟ أيوة أنا سامع سامعاك بتقولي الدهشة. برافو، برافو. نشوف كمان سؤال. قال المدير أقدر لك حقا مدى اجتهادك في العمل وسرعة إنجازه، لكني أعتقد أنك يجب أن تكون أكثر حذرا، فقد نسيت أن ترسل لي الملف المطلوب مع البريد الإلكتروني، ولكن بشكل عام شكرا لك على جهودك. يا ترى موقف المدير هنا ايه من الموظف؟ ده نقد ضعيف ولا محكم ولا سلبي ولا هدام؟ المدير بيشكره على المجهود اللي هو عمله. اه سامعاك بتقولي نقد ايه؟ نقد محكم. تمام. كمان سؤال في الاختر بيقول لي ايه؟ الفلسفة قائمة على الموقف الرافض لكل من القبول والرفض، يعني هي رافضة. الفلسفة قائمة على الموقف الرافض لكل من القبول أو الرفض المطلق، مفيش حاجة اسمها قبول مطلق أو رفض مطلق. والذي يرى أن كل الآراء بما هي هي اجتهادات إنسانية تتضمن قدرا من الصواب والخطأ، وبالتالي نأخذ ما نراه صوابا ونرفض ما نراه إيه؟ خطأ. طب يا ترى قبول ورفض وآراء واجتهادات وصواب وخطأ، تفتكر دي انهي مهارة من مهارات التفكير الفلسفي؟ اه بيشيل لمفهوم الايه؟ ايوه الله ينور عليك، الله ينور عليك، مهارة النقد. طيب تعالوا ننتقل الى نوع اخر من الاسئلة اللي هي الاسئلة المقالية. يقول برتراند راسل قد يكون الشك أليما، قد يكون متعبا، لكنه على الاقل منطقي. بيقول لك كمان ربما كان الشك مرحلة مؤقتة. يا نهار ابيض، منطقي ومرحلة مؤقتة ومتعب شوية. طب تفتكر ايه السؤال بقى؟ بيقول لك اهو دلل بمثال من عندك، وخد بالك من عندك، على نوع الشك المشار اليه في المقولة السابقة.
طيب نوع الشك هنا اللي بيتناول السؤال بيتكلم طبعا عن الشك الايه المنهجي، زي احنا خدنا مثالين فوق، سقراط الذي تصدى للسوفسطائيين اللي استخدم الشك المنهجي عشان يدافع عن الحقيقة ويحمي المجتمع اليوناني ويحافظ عليه. طيب السؤال في حلقتنا النهارده بيقول لك الدهشة هي الشعور بالقلق إزاء الظواهر الكونية وقضايا الحياة، هذا القلق يحث صاحبه على البحث عن المعرفة، هذا القلق هو المدخل الرئيسي لبلوغ الحق. بيقول لك هنا، وإن السؤال هنا واضح وصريح، بيقول لك دلل بمثال من عندك على ما تشير إليه المقولة السابقة. السؤال بتاعي هنا بيكلمني عن الدهشة. الدهشة، طيب تعالى كده نشوف المثال اللي إحنا جايبينه. إحنا طبعا عرضناه في أثناء الحلقة اللي هي مثال طاليس حين اندهش امام الظواهر الكونيه، واتفقنا ان اي اندهاش دايما بيتبعه تساؤل، ما هو اصل العالم؟ ومثال دهشه الطفل عند رؤيته لاحد الحيوانات لاول مره وطرحه سؤال بيقول لك ايه ده، اول ما بيشوف اي حاجه غير مالوفه بالنسبه له بيقول لك ايه ده. تمام كده تناولنا بالشرح والتحليل، كده تناولنا بالشرح والتحليل لخصائص ومهارات التفكير الفلسفي، وإن شاء الله على لقاء جديد. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم الأستاذة إسراء سامي محمد، معلم أول فلسفة ومنطق.